تؤكد على عمق وهوية هذه الطائفة المتجذر في لبنان، مع الإشارة إلى أن حفل التنصيب يشهد حضورا سياسيا وروحيا واجتماعيا مميزا، إذ يحضره وفد بابوي رفيع المستوى يضم مسؤول طائفة السريان الكاثوليك في المجمع الشرقي المونسينيور لامسا والسفير البابوي ريتزي، بالإضافة إلى السفير البابوي في لبنان أنطونيو ماريا فيليو والسفير البابوي في سوريا المطران دي نيكولو. ويحضر قادة الطوائف الروحيين جميعا، يحضر مثلا البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، بطريرك السريان الأرثوذكسي مارزك الأول عواص، بطريرك الأقباط ستيفانوس غطاس، بطريرك الروم الكاثوليك ماكسيموس الخامس حكيم، بطريرك الأرمن الكاثوليك يوحنا الثامن عشر كاسباريان، وعدد كبير جدا من رجال الدين من لبنان ومن الخارج. وقد حضر من السياسيين حتى الآن الوزير شهيب برسوميان والنواب محمد يوسف بيضون، خليل الهراوي، بيير دكاش، جاك جو خداريان، جميل شماس، كما حضر الرئيس السابق رشيد الصلح ورئيس المجلس الماروني العام ريمون روفيل والنائب السابق أسمر أسمر، بالإضافة إلى رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية مدير الوكالة الوطنية للإعلام رفيق شلالة. ويميز هذا الحفل، هذه المناسبة الوطنية، حضور من خارج لبنان، إذ حضر المطران نيفون صيقلي المعتمد البطريركي لروم الأرثوذكس في موسكو، والمطران أرماندو بورتولازو مطران اللاتين في سوريا، بالإضافة إلى طبعا المطران فؤاد الحاج من أبرشية طرابلس المارونية والأباتي باسيل نمر ورئيس الرهبانية اللبنانية المارونية، وعدد كبير جدا جدا من رجال الدين. ويميز الحفل أيضا وأيضا حضور وفود من أبناء الطائفة من الخارج ترأسها رجال دين، فمن فنزويلا مثلا حضر وفد يترأسه المونسينيور أنطوان شهدة، ومن كندا وفد برئاسة المونسينيور بيير ملكي، ومن فرنسا وفد برئاسة الأب يوسف أغسطين، ومن العراق وفد برئاسة النائب الأسقف العام مع حشد من الكهنة، ومن دمشق وفد برئاسة المونسينيور لياس جرجور، ومن حلب وفد الكهنة، ومن حمص وفد شعبي كبير كون البطريرك الجديد يتحدر من حمص. وميز هذا الوفد حضور والدة البطريرك. إذن رئيس الجمهورية يدخل إلى قاعة الكريسة في هذه اللحظات، ويستقبله المؤمنون بهتاف من التصفيق وبالتصفيق الحار، تعبيرا عن شكرهم لحضوره هذه المناسبة ومشاركته إياهم فرحتهم بتنصيب البطريرك الجديد. إذن بعد قليل من الآن يحضر البطريرك الجديد بار أغناطيوس موسى الأول داود لتبدأ عملية تنصيبه رسميا هنا، علما أن الذبيحة الإلهية سيترأسها البطريرك المستقيل مار أغناطيوس الطول الثاني حايك، وهو بطريرك ستريان الأنطاكي الذي
قدم استقالته بسبب تقدمه في السن، وعلما أيضا بأن البطريرك الجديد انتخب بغالبية الثلثين وأكثر في السينودوس. الملك إغناطيوس موسى الأول داود حسب طقس الكنيسة السريانية الانطاكية، فرح كبير بعم الكنيسة، فرح بمجيء الراعي والأب والمرشد، مبروك للكنيسة السريانية، مبروك لكنيسة لبنان، مبروك للكنيسة جمعاء. نحن منصلي ومنقول هلما بسلام يا رسول بيت الرب، أيها المصطفى الآتي لنشر بشارة الابن بالمحبة، تعال بسلام أيها الراعي الصالح الذي أرسل لنا من الآب ليرعى بحب الرعية التي اقتناها الابن على الصليب. هلما بالسلام يا قصارة شجية الأنغام، فرعيتك مشتاقة لسماع صوتك، تعال بسلام يا مبشرا بالحق والسلام، سلام سيدك يكون سندا لصلواتك، تعال بسلام. مار إغناطيوس موسى الأول بطريرك الكنيسة السريانية الأنطاكية. اليوم سكان ما بين النهرين، حضارة الأراميين، الحضارة السريانية، تاريخ حضارات عريقة، ولو كانت أقليات مهجرة فهي في صلب الكنيسة، أقلية في لبنان وأمريكا والسويد، أقلية في سوريا ومصر والأراضي المقدسة والعراق، لكنها كبيرة بدورها الحضاري والتاريخي. إنهم عريقين في لبنان، علاقة أخوة بينهم وبين الكنيسة جمعاء، خاصة الكنيسة السريانية، وخاصة علاقة أخوة وتوأمة مع الموارنة. البطريرك الجديد هو من مواليد حمص، لكنه مرتبط بهذه الكنيسة العظيمة، كنيسة السريان، الذين وصلوا إلى لبنان، سكنوا دير الرغم بشباني ثم دير الشرفي، ثم اليوم يبقون كنيسة الحب والحوار. كم نصلي لتصير هذه الكنيسة واحدة في جذورها التاريخية. البطريرك الجديد من هو؟ ولد في سوريا في قرية مسكنة في محافظة حمص، له أخوان وثلاث أخوات، بمسكنة منها انطلق إلى الإكليريكية البنديكتان في القدس، سامه البطريرك تبوني سنة 1954 في كنيسة مرجيريوس للخندق الغميق للسريان الكاثوليك، سيما مع سبعة كهنة، خمسة منهم أصبحوا أساقفة. ذهب إلى حمص، عمل كراع ومدرس وأمين سر المطرانية. سنة 1962 ذهب إلى روما حيث درس الحق القانوني. سنة 1970 البطريرك إغناطيوس الثاني حايك عينه أمينا للسر في البطريركية في بيروت، عمل فيها سبع سنوات. سنة 1977 مطرانا على القاهرة أقام الأديرة، بنى الكاتدرائيات. سنة 1994 نقل إلى حمص وحما والنبك، وهو اليوم بطريرك الكنيسة جمعاء. لذلك نحن نقول له من قنسرين والرها ونسيبين والجزيرة وحمص وحلب والشام والحسكة، من إفرام إلى يعقوب السروجي، إلى إسحاق أرملة، إلى إسحاق، إلى الطرزي، إليهم جميعا نقول للكنيسة السريانية الأخت: مبروك لكم ولنا هذا الفرح الكبير، مبروك للبنان وأنت الراعي، هلم بسلام، تعال ارعى رعيتك يا سيد، عصا الرعاية موجودة بين يديك،
أنت المؤتمن على كرسي بطرس، كرسي الأمانة، لك أعطيت الأمانة والوديعة. أحل يا رب روحك على عبدك ليسوس رعيتك، ليرأس الكهنة، ليقوم بخدمتك، ليمنح الكمال لرسلك، ليقوم أمامك بالمحبة والمعرفة والعلم، بالتهذيب والكمال، بالقلب المستقيم، ليصلي لشعبه، ليتألم معه، ليتألم مع البائسين، وليكن يا رب هو الراعي الصالح لرعيته. آمين. ألف مبروك وألف صلاة لك يا كنيسة السريان. آمين. Thank you.
سبحان مورد أشليح وعلى الرحمة والعلمين أمين. يا ابني أما أنت يا رجل الله فاهرب من هذه الأشياء واسعى في أثر البر والاستقامة والإيمان والمحبة والصبر والتواضع، وجاهد في معركة الإيمان الحسنة، وأدرك الحياة الأبدية التي إليها دعيت وأقررت إقرارا صالحا أمام شهود كثيرين. أناشدك قدام الله الذي يحيي الجميع وقدام يسوع المسيح الذي شهد شهادة حسنة قدام بيلاطس البنطي أن تحفظ الوصية بلا عيب وبلا وصمة إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي له الكرامة والسلطان إلى أبد الآبدين. أمين. بارك مور. شفير عم شليون دحلتون اخفوتون صوتون اشمع لاسبرتون ميلي حيوتون نوينجيل يوم قديش عد مران يشو عم شي حد متقري الحق أقول لكم من لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يتسلق من موضع آخر فهو سارق ولص، ومن يدخل من الباب فهو راعي الخراف، والبواب له يفتح الباب والخراف تسمع صوته ويدعو خرافه بأسمائها ويخرجها، فإذا أخرج خرافه يسير أمامها وخرافه تتبعه لأنها تعرف صوته. فأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قال لهم يسوع، أما هم فلم يفهموا ما قاله لهم. فقال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم
إني أنا هو باب الخراف، وجميع الذين أتوا هم سارقون ولصوص، لكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، وأي إنسان يدخل مني يخلص ويدخل ويخرج ويجد المرعى. أما السارق فلا يأتي إلا ليسرق ويقتل ويهلك، أما أنا فأتيت لتكون لهم الحياة وتكون لهم أوفر. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن خرافه. فأما الأجير الذي ليس هو براع وليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يدع الخراف ويهرب، فيأتي الذئب ويخطف الخراف يبددها. وإنما يهرب الأجير لأنه مستأجر ولا يعنيه أمر الخراف. أنا هو الراعي الصالح، وأنا عارف بخرافي وخرافي تعرفني، كما أن أبي يعرفني وأنا أعرف أبي. ونفسي أبذل عن الخراف، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، فينبغي أن آتي بها أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد، والأمن لجميعكم. بإله واحد. أخوتي وأحبائي، أيها الثالث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان، أيها الثالث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أيها الثالث الأقدس اقبل هذا القربان من أيدينا نحن الخطأ على المذبح الروحي الذي فوق السماء. تجاوز واعفو واصفح اللهم عن خطايانا وعاصينا وعن خطايا وآثام ومعاصي جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الذين سبقوا فرقدوا على رجائك، لا سيما الأحياء والأموات الذين تقرب هذه الذبيحة لأجلهم. أيها الإله الرحيم القدوس، يا من أعطانا مائدة مقدسة روحية بابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اقبل بعين الرضا تقدمات هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا يا رب موهبة روحك القدوس، وهن لندوى من قدس أقداسك بقلب طاهر وضمير صالح، وأنعم علينا بذاك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذه القديسين،
حتى إذا ما تبلبل السلام بقبلة مقدسة نؤدي الحمد نعمتك القادرة على كل شيء ولابنك الوحيد وروحك القدوس الصالح والمجود لا والمحي والمساوي لك في الجوار الآن وفي الأوان وإلى أبد الأبدين. سلامك وأمنك وحبك ونعمتك وحنانك لله معنا وبيننا أيام حياتنا كلها لنرفع إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على عبيدك هؤلاء والحنين أمام عظمة جلالك الرهيب وتبارك أمام رعيتك المفتداة مع ابنك الوحيد الطاهر احفظها واصفع عنها وقدسها واجعل أن يتلاعلم حيار اسمك الحي فيعرف العدو أن رعايتك المفتداة فنرفع إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. لنقف حسنا يا إخوتي بخوف وورع وطور وقداسة وحب وإيمان صادق ولنتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة والمقدسة التي يقربها أبونا الطباوي عنا لله رب الكل ذبيحة حياة رحمة وسلام ذبيحة شكرا. لكم محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة روح القدس وحلولهما جميعكم. آمين.
قلوبنا وعقول سمان فوق الآن. نشكر الرب بمخافة نجود لك ونمجدك يا من حقنت أنت والله الآب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا ولم تغب عنا عند افتقادنا، حتى أصعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي. إننا نشكر لك ولابنك الوحيد ولروحك القدوس هذه كلها، يا من يقف أمامه في صفوف الكروبين والكثير العيون والصاروخين والمسدس والأجنحة، وهم ينشدون نشيد الظفر بأفواه لا تصمت وبعبارات لا تدمع سائل الجنود السماوية، صارخين وهاتفين وقائلين أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي.
الرياب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا، أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي براف كل إنسان حسب أعماله، فبيعتك ورعايتك تناشدك لتبيج معك في ملكوتك وتبتهل بك ومعك إلى أبيك قائلة: ونحن أيضا يا رب إذ نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. إياك نسبح، إياك استجبني يا رب، استجبني يا رب، اشفق يا صالح وارحمنا. وتحاوي من اللحم هنا وفغرم يقرض مراني شو عم شيحو. والخوص هنا ودمو ديل مراني شو عم شيحو. لتكون هذه الأسرار المقدسة لكل من يتناولها حياة وقيامة ومغفرة للخطايا وشفاء للنفس والجسد وإنارة للعقل وتبريرا أمام عرش مسيحك الرهيب، ولا يبدن أحد من شعبك يا رب لكنهن إذا ما عملنا وخدمنا أمامك بلا عناء أيام حياتنا كلها لنتنعم بأسرارك السماوية الخالدة والمحية. إخوة الأحباء، من بعد ما دخل موكب البطريرك وابتدأ القداس، كان البطريرك الجديد لابس نوع من القناع على وجهه، أي هو الخمار كأنه عريس الكنيسة، إنه عريس الكنيسة يدخل إلى كنيسته وإلى رعيته. هلأ بعد شوي رح يصير التنصيب، يعني عنا الرتب الحالي الأبانة رفعت الرفعة، ثم يأتي البطريرك من السكرستية كمان على وجهه القناع أو الخمار، إنه عريس الكنيسة يركع أمام المذبح وتبدأ الرتبة. بيسألوه بالأول كما يسأل العريس: هيدي كنيستك بدك إياها؟ وبدي يقول: نعم، أريد أن أكون عريسا للكنيسة. ثم يعطوه العكاز، بعد ذلك يبسط الأيدي عليه لدعوة الروح القدس، بعد ذلك يطلب عليه بالطلبات المثلثة، يلبس الحلل، ثم وهون يمكن أجمل حركة بطقس الكنيسة جمعاء وبعده مستمر خاصة بالكنائس السريانية، يؤتى بالعكاز، توضع أيدي الأساقفة على العكاز، يد البطريرك الجديد أسفل يد، يأخذها المترأس ويضعها فوق جميع الأيدي ليصبح هو الراعي وهو أبو الكنيسة وهو واحد بين إخوته. بعد ذلك يسير الترتيب بالزياح والسيامة كاملة. نرجع من جديد منقول مبروك للكنيسة السريانية، فرح كبير للكنيسة الجمعاء، حضور جميع البطاركي
الكاثوليك والأرثوذكس والإخوة المشاركين البروتستان، حضور فخامة الرئيس وهالجمع الكريم. هيدي هي العائلة اللبنانية. مبروك وإن شاء الله يضل الفرح بالكنائس جمعة. أيها الإله الحي والرب الكريم، إياك نستودع أنفسنا وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية بالمسيح، ونبتهل متضرعين إليك يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن الماثل أمامك بغزارة حنانك، وهن لندعوك يا الآب القدوس بشهادة ضميرنا الخالصة، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، في التجربة لكن نجينا من الشرير ومن كل ما يحاكيه، لأن لك الملك والقوة والتسبيحة ولأبيك الوحيد والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. فلحني روثنا للرب أمام
قدمك يا ربنا وإلهنا. بارك يا رب هؤلاء الذين حنوا عناق أنفسهم وأجسادهم من حنانك، وقدسهم واجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شيبة ليرضوك أيام حياتهم كلها. فنرفع نحن إليك الحمد على ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم ولروحك. فلتكن نعمة الثالوث الأقدس غير المخلوق الأزلي والأبدي والمتساوي في الجوار ورحمته مع جميعكم إلى الأبد. لننظر بخوف ورهبة أشفك يا صالح وارحمنا. قديش ولاد خايم تيابين دي شعمات قبل العلم وبحنوني حاد برو قادي شعمات قبل فرقة بحاشي يقي دقنومي حاد روحو حايو قادي شعمات دي تاو قمرم شميو تقل مديم داود هوي نوش مدمر مبارخ من عالم وعدام العالم علمين امين. قديشو قورلوخ تهوي باتياركو أوكيت أبو دريشوني المرعيتو دانتوكية ولحضون دخولي كرسيو سليحايو دامير أوكيت أبو الخولان شولمنا ومقابلنا. Thank you.
الأيام والحسير ثملي وبطله على عيد قربوا ومسرحوا إغناطيوس موشي روحي معلوه متروبوليتو تقريب فاتياركوتو دانتوقيات سوريوي مرعيتو مبارختو صالح خيل كولان تيث على وطيب Patriarcholeito Kadisto d'Ortodoxu Kadmet Shemet Barikmo Basmudabu Amin Zabru Amin Wadruhu Hayu Kadisho Al-Hayid Al-Alam Al-Min أيها المسيح الإله
يا من فقه الصيادين ونار الأميين وأولى الشاهلين معرفة تفوق كل معرفة كمل بقدرتك رئيس الكهنة هذا الذي دعوته ليرعى غنمك فيكون قهرمانا حقيقيا يهدي أبناء الكنيسة المقدسة إلى الحياة إلى الرب نطلب من أجل أن يكون المسيح هاديا لك ومنيرا فيرعى معك رعيتك رعية رسولية فتغدو منزهة عن الفساد من الرب نطلب ليحمك الرب الإله وليكن معك طبقا لوعده الصادق حتى نهاية شوطك إلى الرب نطلب اشبح طالي قرار ادرار امرار لتني طيور هاني طيور يدوسيا والليل والنور من قرار Thank you.
من يرغب في تناول القربان الأقدس هناك عشرة كهنة يجوبون بين المؤمنين لمنحهم القربان داخل وخارج الكنيسة، فنرجوكم عدم التحرك ومغادرة أماكنكم. أما من يرغب في المناولة بين الرسميين فندعوهم كي يتقدموا بصفين في ممشى الوسط للكنيسة لقبول القربان الأقدس من يد الأساقفة. Thank you.
قرب الاحتفال على النهاية. هلاني سيدنا البطرك بده يباركنا بالقرابين المقدسة، وبعدين بنسمع كلمة السفير البابوي يلي سالك كلمة صاحب الغبطة، وبعدين نترجى من جميع الحضور بعد ما سيدنا البطرك يعطينا البركة البقاء في أماكنهم، ريثما يخرج موكب المحتفلين جميعا مع فخامة الرئيس ورهط الإكليروس، يستتبعهم السادة الوزراء والنواب وكافة الرسميين إلى بهو الكنيسة حيث يتقبل غبطة البطريرك التهاني. أما المؤمنون المتواجدون داخل الكنيسة فيخرجون من بابها الرئيسي كي يدخلوا بدورهم بعد دقائق إلى بهو الكنيسة من المدخل الخارجي لتهنئة غبطة البطريرك. وقوفا. لأنك أهلتنا على غير استحقاق منا للأسرار السماوية الخالدة، أي جسد المسيح المحيي ودمه الفادي، فاجعلنا إذا أهلا لقبولها حتى إذا ما قبلناها بقداسة وضمير طاهر الأيام كلها نتقوى لصنع ما يرضيك، فنرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. فلنحن رؤوسنا للرب أمامك يا ربنا. من تنازل برأفته وتواضع من أجلنا بوفرة نعمته ومنحنا شركة أسراره المقدسة، احفظ واختم عبيدك الساجدين لك بيمينك الظافرة، فنحفظ بلا ضرر بقداسة هذه الأسرار التي أخذناها، واجعلنا ألا نعود إلى دنس اللحم والدم، فنتقوى بك ونرفع إليك الحمد وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. Yeah.
الحبر الأعصم مار يوحنا بولس الثاني، يقرأها علينا سكرتير السفارة البابوية. يلذلك كلمة للكاردينال سيلفستريني تملى علينا، وبعد ذلك كلمة غبطة أبينا البطريرك. J'ai l'honneur de donner lecture de la lettre de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II que Son Excellence Monseigneur le Nonce Apostolique va remettre dans un instant à Sa Béatitude le Patriarche Ignace Mossa Ier. À Sa Béatitude Ignace Mossa Ier Daoud, Patriarche d'Antioche des Syriens. Avec grande joie, j'ai reçu le message tout empreint de profonde confiance dans le Seigneur, bon pasteur de l'Église, par lequel votre béatitude me faisait part de son élection. En vous adressant mes chaleureuses félicitations, j'accueille de tout cœur, frère bien-aimé en Jésus-Christ, votre demande de communion ecclésiastique. Je suis certain qu'avec nos frères, les pères synodaux du patriarcat d'Antioche des Syriens, votre béatitude saura guider l'Église confiée à ses soins sur le chemin de l'Évangile, vécu, célébré et annoncé avec assurance. Tandis que je demande au Seigneur et à Sainte Marie, la Mère de Dieu, de vous combler de grâce, de rendre fructueux votre ministère, et de vous prendre sous leur protection, je vous envoie, béatitude, un saint baiser fraternel, ainsi qu'à tous les évêques. À vous-même, aux membres du Saint-Synode, aux prêtres, aux religieux et religieuses, et à tous les fidèles de votre patriarcat, j'accorde mon affectueuse bénédiction apostolique. Du Vatican, le 20 octobre 1998, Jean-Paul II. J'ai l'honneur de donner lecture de la lettre envoyée par Son Éminence le cardinal Achille Silvestrini, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales au Vatican. Cité du Vatican, le 25 octobre 1998. Béatitude. En ce jour béni, où votre béatitude prend solennellement possession du siège patriarcal de l'Église d'Antioche des Syriens catholiques, le Christ Jésus, exemple parfait de tout ministère apostolique, est assurément présent parmi nous par sa parole. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. C'est à lui que s'adresse en la circonstance, notre adoration et notre action de grâce. C'est donc dans le sillage du Seigneur, pasteur excellent du troupeau, que se meuvent désormais les pas de votre béatitude dans la tâche nouvelle et délicate que le synode de l'Église syrienne catholique vient de lui confier. Le Saint-Père, en recevant votre béatitude dans l'Ecclesiastica Communio, prend part personnellement à la joie de l'Église Antioche, manifestant ainsi l'indéfectible sollicitude du Saint-Siège envers cette portion aussi glorieuse de l'Église universelle. Héritière d'une tradition magnifique et vérifiée,
enrichi d'apports divers, tout spécialement de la pensée comme de la poésie des pères illustres, avec un patrimoine liturgique des plus vénérables, l'Église syrienne catholique suscite encore de nos jours l'admiration de tous pour la constance dans la foi de ses fils et pour l'attachement à leur propre identité dans une filiale dévotion au souverain pontife. En un tel moment, comment ne pas rappeler que cette merveilleuse continuité nécessite un nouvel élan pastoral, une réflexion renouvelée sur la foi qui puisse vraiment donner raison de l'espérance qui est en nous, en faisant pleinement réjaillir et mettre en lumière les trésors sacrés aussi admirablement conservés et transmis par la tradition. Cela permettra à tous les fidèles qui demeurent dans les territoires du patriarcat d'épuiser un nouveau réconfort et une raison accrue pour persévérer dans leur patrie d'origine et raviver, par l'exemple de leur vie, l'annonce concrète de l'Évangile. Et à ceux qui s'en sont éloignés et demeurent désormais sur des terres lointaines, une raison supplémentaire pour ne pas abandonner la foi de leur père dans les formes qui furent les leurs, mais de la ressentir toujours davantage. Et je suis convaincu que la pleine adhésion de votre béatitude à l'idéal écuménique ne manquera pas de lui inspirer les pas importants qui conduiront un jour à la pleine unité, en particulier en ce qui concerne l'Église syrienne orthodoxe avec lesquelles les Syriens catholiques ont en commun, outre la foi en Christ, les formes concrètes de la tradition dans lesquelles celle-ci s'exprime admirablement. La Congrégation pour les Églises orientales, qui connaît bien les qualités pastorales de votre béatitude, pour les avoir appréciées au cours de son ministère épiscopal, tient à lui assurer de son assistance et de toute sa disponibilité pour lui venir en aide dans l'accomplissement de la tâche qui l'attend. C'est avec un sentiment de vive gratitude que j'entends évoquer le souvenir de votre vénéré prédécesseur, sa béatitude, Mar Ignace Antoine II, pour avoir guidé avec autant de patience que de sagesse et durant de nombreuses années cette vénérable Église, donnant ainsi à tous un exemple de douceur et de bonté. Aussi, j'adresse à votre béatitude mes voeux les plus chaleureux pour l'accomplissement de la plus haute charge que lui est confiée au sein de l'Église syrienne catholique. Mes sentiments sont partagés par Son Excellence Monseigneur Miroslav Marusin, secrétaire, et Monseigneur Claudio Gugerotti, sous-secrétaire, et par l'ensemble des membres et des collaborateurs de la Congrégation. Invoquant de tout cœur la bénédiction du Dieu tout-puissant et miséricordieux sur la chère personne de votre béatitude, sur l'épiscopat, le clergé et tous les fidèles de l'Église syrienne catholique, je vous prie, béatitude, d'accepter mon très fraternel baiser de paix. Achille, cardinal Silvestrini, préfet.
ها أنا ذا أمة للرب، فليكن لي بحسب قولك. إن أحسن تعبير عما يجيش في صدري في هذه الساعة التي يسلمني فيها دون استحقاق مني آباء سينودوس أساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية عصر الرعاية، هما كلمتان من أمنا مريم العذراء القديسة تبرزان شخصيتها وتلخصان حياتها. كلمة العذراء الأولى جوابها للملاك: ها أنا ذا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك، وهي كلمة تعبر عن القبول والتسليم والاستعداد. كلمة العذراء الثانية جوابها لإليصابات نسيبتها: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، وهي كلمة التواضع أمام الله والتعظيم والابتهاج بغنى رحمته. في هذه الساعة إذ أعلن قبولي وتسليمي واستعدادي على مثال العذراء، يتنازع نفسي مزيج من الشعور بالضعف وعدم الاستحقاق من ناحية، والشكر والابتهاج بدعوة الله الذي نظر إلى تواضع عبده من ناحية ثانية. وبالفعل من أين لي وأنا ابن قروي بسيط من قرية مغمورة من ريف حمص من سوريا أن أتبوأ منصبا رفيعا مثل كرسي أنطاكيا، وأن أكون خلفا لثلاثة بطاركة عظام تعاقبوا على كرسي أنطاكيا وملأوا القرن العشرين بأكمله؟ المثلث الرحمة مار إغناطيوس أفرام الثاني رحماني، والمثلث الرحمة الكاردينال البطريرك مار إغناطيوس جبرائيل الأول تبوني، ومار إغناطيوس أنطون الثاني حايك الذي تخلى عن منصبه بمحض إرادته بعد جهاد طويل دام 30 عاما فيها جدد البطريركية والأديار وبنى الكنائس وحسن الأوقاف وأنشأ المؤسسات وألف الكتب التاريخية وطبع الكتب الطقسية وخلف للطائفة اسم البطريرك القديس، أطال الله بعمره وحفظه لنا. وخلف للطائفة اسم البطريرك القديس أطال الله بعمره وحفظه لنا ولي بنوع خاص أبا ومرشدا. إني إذ أرى نفسي ضعيفا صغيرا أمام هؤلاء أدرك في الوقت ذاته الأوقات العصيبة التي تجتازها منطقتنا والظروف الصعبة التي تعيشها كنيستنا والأمال العراض التي يحلم بها شعبنا، لا سيما وأننا أمام حدث تاريخي وتحول كبير ينقلنا من 1000 الثاني إلى 1000 الثالث، هو يوبيل 2000 العظيم. إذا هذه المسؤوليات الجسام
وفي هذه المرحلة المصيرية من تاريخ كنيستنا لا يسعنا إلا أن نتطلع بإيمان ورجاء إلى أبي الأنوار، إلى من يسند ضعفنا ويملأ نواقصنا، الرب المحيي الروح القدس في سنة الروح القدس، مصممين على تحمل المسؤولية، واثقين من أن الرب لن يتخلى عن شعبه، فنعبر بأمان وثقة إلى الألف الثالث وكلنا أمل بمستقبل مشرق لكنيستنا. ومن جهتي فإني أرجو أن لا أخيب الآمال التي وضعها في آباء السينودوس، مقتبسا شعار البطريركي من كلمتهم إلي عند انتخابي، وهي أن أكون لهم وللكنيسة السريانية الكاثوليكية رأسا وأبا وراعيا. رأسا لأن على الرأس تقع مسؤولية القيادة، وسأنتهج الحوار قبل القرار. أبا وسأكون الأب الذي يحب كل أبنائه. راعيا فأسهر على الخراف وأسير أمامها وأصونها، قدرني الله أن أكون لها الراعي الصالح. أما إذا ألح البعض على برنامج عمل محدد فأقول لماذا نبحث بعيدا، فالبرنامج موجود والخطة مرسومة والوسائل محددة. يكفي أن نعود إلى الإرشاد الرسولي الذي تركه لنا قداسة البابا يوحنا بولس الثاني حين زار لبنان، رجاء جديد للبنان. فمن وحي هذا الإرشاد الحكيم: ها أنا ذا للتجدد بروح سيدنا يسوع المسيح، للتجدد في الليتورجية والصلاة الشخصية والجماعية، للتجدد في الأشخاص، لإعطاء العلمانيين دورهم والشباب مكانتهم والأسرة قدسيتها، للتجدد في الإكليروس، لإعطاء الكهنة حقوقهم وتنظيم حياتهم الرعوية وتنشئتهم المتواصلة وتوفير المستوى اللائق بمعيشتهم وضمانهم، للتجدد في مؤسساتنا، في إكليريكية دير الشرفة العزيزة الحبيبة ورعاية الدعوات، وجمعية راهباتنا الأفراميات الفتية، وما دارسنا وما عاهدنا التربوية ومجالسنا الرعوية وحركات الشبيبة. فأنا ذا للشراكة الكنسية على كل المستويات مع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ومع مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، وللحوار مع الكنائس الأرثوذكسية ولا سيما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة، التي سأسعى لأن نسرع الخطى في سبيل وحدة كاملة شاملة بيننا وللعمل في مجال مجلس كنائس الشرق الأوسط. هأنذا مع حوار إسلامي مسيحي حقيقي، ومع العيش المشترك والتضامن مع العالم العربي، ومع بناء المجتمع الإنساني وحضارة المحبة. أيها الحفر الكريم، في الظروف الصعبة التي تعيشها منطقتنا
وفي مستهل خدمة البطريركية أود أن أدعو إلى الصلاة من أجل تحقيق النداءات التي أطلقها السينودوس من أجل آسيا والذي كان لشرف المشاركة فيه، لنصلي من أجل السلام العادل الشامل بين العرب وإسرائيل، لنصلي من أجل مدينة القدس لكي تكون، من أجل مدينة القدس لكي تكون مدينة السلام والمصالحة بين الأديان والشعوب، لنصلي مدفوعين بروح إنسانية صافية من أجل رفع الحصار المفروض على شعب متألم في العراق، لنصلي من أجل إعطاء الحرية الدينية في كل بلد من بلاد العالم، لنصلي من أجل حقوق الإنسان لكي ينال كل ذي حق حقه الإنسانية الكامل. أما لبنان الذي هو أكثر من بلد، إنه رسالة كما قال قداسة البابا، إننا نصلي لكي تستمر هذه الرسالة وتدوم، فيتلاقى جميع أبناء لبنان وأبناؤنا الغيرون جزء لا يتجزأ منه حتى يلتقوا على دروب المحبة والتهاخي ويقدمون للعالم أجمع مثال التسامح والانفتاح والحوار والوفاق، وهي القيم التي تبني الوطن وتعطيه موقعاً مبيزاً بين الأمم. وهنا يسرني أن أحيي وأشكر من قال إني تسلمت لبنان من دون دولة وأسلم لبنان دولة، فخامة الرئيس إلياس الهراوي الذي شرفنا بحضوره، نشكره من صميم القلب على ما أداه لهذا الوطن، فجمع بين أبنائه ووحدهم ووضع البلاد على السكة الصحيحة. يسرني كذلك أن أحيي من قرر أن يكون المثل والمثال، فخامة الرئيس المنتخب العماد إيميل لحود العماد إيميل لحود، مؤكدين له تأييدنا وتمنياتنا بعهد مبارك، وإننا نعلن أمام العميد فارس صوفية ممثل قائد الجيش أن السوريان سيكونون أبداً في خدمة لبنان كما كانوا دائماً، وسيلقاهم العهد الجديد سنداً وعوناً في خدمة ومصلحة هذا الوطن. ولا أنسى أن أحيي رئيس بلدي الأم سيادة الرئيس حافظ الأسد، الشكر لأصحاب الغبطة والدولة والمعالي والسعادة والسيادة على مشاركته، كما أشكر
أباء السينودوس أساقفة كنيستنا السريانية، وعلى رأسهم هبطة أبينا البطريرك أنطون الثاني حايك، الذين منحوني ثقتهم وعلقوا علي آمالهم. الشكر للوفود التي حضرت من داخل وخارج لبنان، الشكر لجميع الأهل والأقارب والمحبين، ومن بينهم والدتي التسعينية. وإخوتي وأخواتي وأعمامي وأخوالي، أيها الحفل الكريم، يسرني أن أبدأ عهدي اليوم بمناسبة عيد يسوع الملك، سائلا إياه أن يملك على كل أعمالي، كما يطيب لي أن يكون أول إجراء أقوم به هو تكريس كنيستنا السريانية الكاثوليكية الحبيبة أساقفة وكهنة ورهبان وراهبات ومؤمنين ومؤسسات إلى أمنا مريم العذراء القديسة، فلتشملنا بحنانها وتحفظنا في محبتها، آمين. Un mot de profonde reconnaissance à sa sainteté, le pape Jean-Paul II. Qui m'a déjà donné la communion ecclésiale et a envoyé comme représentant son excellence le nonce apostolique au Liban. Merci aussi à son éminence le cardinal Silvestrini, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, qui a daigné envoyer deux représentants de la Congrégation pour assister à cette cérémonie. Merci à eux et merci à son éminence le cardinal Silvestrini. باسم السلطان البطريركي أعطي في هذه المناسبة البركة. بارك يا رب شعبك، احفظ ميراثك، ارعهم وسسهم إلى الأبد، آمين. ومباشر من كاتدرائية السيدة البشارة للسوريان الكاثوليك طريق المتحف، حيث نقلنا إليكم وعليكم وقائع حفل تنصيب البطريرك الجديد مار أغناطيوس موسى الأول داود هنا في مقر البطريركية، وذلك في حضور عدد غفير جدا من المسؤولين، تقدمهم فخامة الرئيس الياس الهراوي، بالإضافة إلى ممثل قائد الجيش العماد إميل رحود الرئيس المنتخب، وعدد كبير من الوزراء والنواب والسياسيين، وموفد بابوي خاص حضر خصيصا للمشاركة في هذا الحفل، ورؤساء الطوائف الروحيين من مسيحية وسواها، كما شارك أيضا عدد كبير من رجال الدين ووفود وفدت من مختلف البلدان، حيث هناك رعاية
البطريرك السريانية للمشاركة أيضا في هذا الحفل. في هذه اللحظات ينتقل البطريرك الجديد حاملا عكاز الرئاسة إلى البهو الخارجي، حيث يرافقه فخامة رئيس الجمهورية إلياس الهراوي ويتلقى منه التهاني. حرص على أن يودع البطريرك الجديد ويهنئه شخصيا في باحة الكنيسة، وهو في هذه اللحظات يستعد لمغادرة كاتدرائية سيدة البشارة التي احتشدت بالرسميين والمؤمنين الذين شاركوا في هذا الاحتفال الوطني الكبير، هذا الاحتفال الوطني الديني الكبير، احتفال تنصيب البطريرك مارغناطيوس موسى الأول داود بطريركا على كرسي أنطاكيا للسوريان. البطريرك داود الذي تحدث عن لبنان مطولا يشعر تماما بلبنان، بواقع لبنان، فهو عاش فيه سنوات طويلة وكانت له فيه تجربة. البطريرك داود أكد على لبنان الرسالة، أكد أن لبنان قيمة، وأن قيمة لبنان التي تحفظه بين الأمم هي في توحد أبنائه، شاكرا للرئيس الهراوي ما أداه لهذا الوطن، ومؤكدا للعماد من لحود وضع الطائفة كل إمكاناتها في تصرفه لما فيه مصلحة هذا الوطن. البطريرك داود شكر أيضا البابا يوحنا بولس الثاني الذي تفضل وأرسل موفدا عنه
في هذا الاحتفال، كما شكر الكاردينال أشيل سيلفستريني رئيس المجمع الشرقي في الفاتيكان الذي أوفد 2 أيضا من المجمع للمشاركة في هذا الاحتفال، وباسم السلطان البطريركي المعطى له أعطى البركة إلى جميع الحاضرين. تلفزيون لبنان كان معكم في نقل مباشر لوقائع هذا الاحتفال، على التصوير أندري الخوري، يوسف أبو زيد، بيير صوايا، شرب الغانم، بيير كرم وبيير دباغ، الصوت أكرم إرباني، إليز ري، جو حبيب، الإضاءة جاك جوهر، مارون أبو زيد، جوزيف كريشاتي، إرسال مباشر علي يونس ولؤي بيضون، إشراف تقني أنطوان سليمان، ضبط صورة إلي أبو منصور، تنسيق مارون مطر، طانيوس حداد، الإخراج لبرونو أنجليني، وكان معكم كريستيان أوسي. عودة الآن إلى البرنامج المقرر في استوديوهاتنا.